اخباركم؟ كيف نتوما؟ مزيانين؟ اموركم طيبه؟ كنتمنى انكم تكونوا كتشاهدوا هذا الفيديو وانتم في افضل الاحوال. مرحبا بكم معايا فيديو جديد على القناه اللي غادي نبارطاجي معكم فيه كيفاش غادي ندوز النهار ديال الفاندردي. اذا بلا ما نطول عليكم يلا نبداو الفيديو ديال اليوم. لكن قبل من هادشي هذا كامل، اللي مازال ما اشتركش معايا في القناه يدخل يشترك، يضغط على زر الاشتراك الاحمر، يفعل جرس التنبيهات باشكم صافي ينزل اي جديد تكونوا نتوما اول واحدين كتوصلوا به. الى عجبتكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش تضغطوا على زر لايك وتبارطاجيوها مع كاع الاصدقاء ديالكم. اذا بسم الله على بركه الله لننطلق. لي زامي الوغ حبايبي، كيف ما كتشوفوا انا دابا عاد ساليت من السونتر وقلت ما فيها بس انني نعمل طويره في جنب البحر باش ناخذ منه الطاقه الايجابيه، حيت الجو اليوم مزيون بزاف كيف ما كتشوفوا في الصوره والبحر زريرق وهدأ. بغيت صراحه نمشي ناكل شويه حيت شهيته، ولكن دابا عاد شويه عيطات لي الام ديالي وقالت لي بلي غادي نمشيو نعملوا الكوتي في الدار ديال خالتك، حاول انك تسالي الشغل ولحق علينا. وبما ان اليوم يوم الجمعه فاكيد الطبله المغربيه او الطاوله المغربيه ما كيخطاهاش الكسكس المغربي، فلهذا جيت المطعم ديال اولاس باش ناكل كسكسو. سقسيتهم على الاثمنه قالوا لي بلي الكسكس بالدجاج الخضره والتفايه الثمن ديالو 60 درهم، الوغ كو الكسكس باللحم بالخضره والتفايه 70 درهم، فاش هي طيبه. جبرتوني دابا عاد وصلت لمرتي، بصراحة التليفون ما باقي له والو يدي شارجا، غادي نمشي للدار نشارجيه باش كومسا غادي نكمل معاكم لو فلوك. الناس جيت نقيس وشوف شنو جبرت من السقف المرايا.
حبيبي حنا جبرتونا دابا كنتفرجوا لو فيلم ديال بادلا. غادي نخلي لو فلوغ ديالي هنايا. نتلاقيكم باذن الله تعالى في فلوغ جديد. السلام عليكم. باي باي.